عروض مميزة بترافقنا على السجادة الحمراء من العرض المباشر الأخير من برنامج Arabs Got Talent، والكل ناطر على نار لحتى يعرف النتيجة ومين المشترك اللي رح يفوز باللقب. ولكن هلا خلينا نشوف مين اللي وصل على السجادة الحمراء. قد ايه راضي اليوم انت على Arabs Got Talent بالموسم السادس؟ انا راضي كثير يعني، وهذا اللي شجعنا انه نحن نتعاقد على موسم سابع ان شاء الله بعد شيء 18 شهر. هذا البرنامج أصبح برنامج ناضج وشكل حالي هيك فنية في العالم العربي، نحن بهالوقت هذه بحاجة إلى كتير. أكيد في دعم الفرق المغربية طبعاً، يعني I'm a big fan of brothers المسعودي، بس كمان القلب مع ليان السعودية، فالقلب مقسوم نصين. أجين رح أرجع وأقول إن أنا مبسوطة إنه الوطن العربي كله اليوم مثلنا ما شاء الله، كل يعني الفرق كلها من المغرب إلى المشرق، عندنا تونس، لبنان، مصر، الجزائر، يعني سوريا. So good luck for everyone، يعني أي أحد رح يفوز أنا رح أكون مبسوطة. أنا كتير مبسوطة ليلى بتواجدي بArab Got Talent، بروجرام كتير كبير بالوطن العربي وكتير ناجح. فكتير مبسوطة تأحضر البرايم الليلة. ودعم متحمسة كمان المشاركين اللي تأهلوا للمرحلة النهائية من المغرب. بتمنى لكل المشتركين التوفيق، بس أكيد بشجع المغرب والله يوفقهم. قد ايه متحمس اليوم للحلقة الأخيرة من Arabs Got Talent، وقد ايه كمان زعلانة إنه رح يخلص البرنامج؟ هلا بتشوفوا على المسرح الأدرينالين بتكون كتير كتيرة، يعني بالحلقة النهائية خاصة فيها كتير مفاجآت. هالحلقة بفتكر من الفاينلز الأكثر ضخامة يلي عاملينها بالمواسم الستة، وأكيد في حزن لأنه بنشتاق للبرنامج، بشتاق لقصاي، بنشتاق للجنة، يعني برنامج عائلة ونحن بنحس حالنا مثل العائلة، فأكيد في حزن. يعني كل سيزون أنا بتابع Arabs Got Talent، بتابع كل برامج إم بي سي لأنه أنا بنت الإم بي سي، تخرجت من برج من الإم بي سي، فهو الأرب ايدل، فاكيد عم تابع كل شيء على الام بي سي. قد ايه عم بتشجعي كمان المواهب المغربيه اللي مشاركه بالبرنامج ومتاهله للنهائيه؟ اكيد لازم، لانه اولاد بلدي، فدائما الروح الوطنيه بتطلع لما بتشوف اي ابن بلدك باي برنامج عربي، فان شاء الله يا رب نتمنى انه اللقب يكون مغربي. كنت عم تابع على طول حلقه بحلقه، كثير سعيده اني موجوده بالحلقه الاخيره، مواهب جديده كثير حلوه، بدي اقول الله يوفق الجميع، الكل بيستاهلوا، بس مثل ما بنعرف بكل هالبرامج الهواة شخص واحد رح يربح، واكيد هو يلي بيستاهل. موسم سادس من Arabs Got Talent ناجح بامتياز، والعبرة بذلك كيف تعرف؟ تعرف انه نوعية المشاركات والاداء كان رائع، واصبح البرنامج بيعرف المشاهد شو بيقدر يتقدم له، بيحضر من سنة الى سنة تيتقدم المشارك، والعكس صار البرنامج بيعرف شو بيقدم له، صارت لعبة متفاهمة، من هيك ساهم بتحسين نوعية المشاركات. موسم سادس ناجح بامتياز بوجود طبعا نجوى وعلي واحمد علمي، واضف الى ذلك نعد المشاهدين بموسم سابع من Arabs Got Talent قريبا قريبا، يعني يا باواخر العشرين يا باوائل 21. وأثناء العرض المباشر سألنا أحمد حلمي ووائل منصور وقصي خضر عن توقعاتهم قبل إعلان اسم الرابح بلقب Arabs Got Talent. حقيقة مستوى كل المواهب النهاردة حيكون كويس، وفي النهاية الجمهور بقى حيختار. لو كان بإيدك أنت تنقي مين كنت تنقي؟ لو بإيدي أنا لا، لازم أشوف لغاية آخر الحلقة وبعدين أقول لك. طب أنت راضي اليوم على الموسم السادس من Arabs Got Talent؟ أكتر مرة راضي فيها، أنا في كل المرات الحقيقة كنت راضي، مش يعني بس عارف راضي أكتر يعني بالموسم ده، لأنه خد وقته وخد حقه في البحث عن المواهب. والله صراحة يعني أنا أولا وأخيرا سعيد جدا أنه ستة مواسم ما زلت مع هذه العيلة الجميلة من المواهب، للجنة التحكيم، لفريق العمل، لـ MBC، وطبعا أختي ريا. المفاجآت ما تنتهي في هذا البرنامج، وبتشوف مواهب يعني عن جد تلمس قلبك ومشاعرك بطرق مختلفة جدا. فصراحة المواهب دائما استثنائية ودائما بيبهرونا، ومو احنا اللي نحكم قد ما انتوا اللي تحكموا والناس اللي تحكم. احنا كل ما علينا انه ندعمهم ونوقف معهم ونساندهم. انت لأي موهبة هيك متحيز اكثر في معنى الايام السعودية؟ والله شوف، هو دائما لكل واحد يكون عنده موهبة يميل اليها اكثر، بس صراحة هذا لا يقل من شأن الموهبة الثانية ابدا، بس ما اعرف انا ليه عندي احساس انها مياس. رح ننطر لاخر سنة لنشوف اذا توقعك رح يكون بمحله، اذا مياس رح يفوز باللقب. ثانك يو ورجعوا لي. اوكي ونشوف.
تحياتي لكم. انت دائما بترفق المشتركين بالكواليس، خبرنا كيف بتكون اعصابهم بالكواليس اثناء انتظارهم للعرض؟ تصدق انه الموسم ده اول مره كل المشتركين، طبعا اكيد متوترين بس في ثقه بالنفس كبيره جدا، مش حاسسهم متوترين زي بقيه المواسم. طبعا في شويه توتر اكيد والا مش هيعملوا كويس، بس ما اعرفش يمكن الطاقه الايجابيه هي ماليه المكان وماليه المشتركين، مش عارف. دايما كيف بتحاول انه تخفف عنهم التوتر وتحب تدعمهم بهيدي اللحظات؟ لا بالعكس انا بوترهم اكتر، اصل انا غلس يعني وبحب اقعد اضحك واعمل مقالب وكده يعني، فاعذروني. بعد اعلان النتيجه بفوز فرقه مياس باللقب، التقينا مع مدرب الفرقه نديم شرفان يلي منح نصف جائزته لفريق ديو اكروبات. انا وفريقي نحن شخص واحد، يعني المصاري اللي حناخذهم من هالبروجرام والجائزه اللي حناخذها حنفتح فيها لنا استوديو حيكون اسمه مياس. ويو ار ويلكم اني تايم تفتحنا صف عنا. بهذا هذا النجاح لفريقي الرائع يلي كبر لي قلبي ورفع لي راسي بالعالي. فرحانين بزاف بالجزء من الجائزة المياس، شكرا عليهم، وفرحانين حيت وصلنا النهائيات، وفرحانين حيت درنا شي حاجة زوينة اللي خلت اللجنة والجمهور العالم العربي واللبناني كله يعجبوا الشو ديالنا. توعد بنتك؟ وعدها بالاشياء اللي كنت كنحلم بهم، نوفر لهم لها، نشتري لها كتب، نشتري لها يعني اللوازم المدرسه، حيت نحن عائله فقيره في احياء شعبيه، ما عندنا منزل، يعني ندير لها بزاف الاشياء، يعني هذا المبلغ كله عليها هي واختها الصغيره، لديها جوج ابنات. شكرا. شكرا.